الآن يا جماعة الخير نزف إليكم هذا الخبر الجميل، تدشين عمل آت إليك بصوت محبكم، وكان اللحن من ألحان حبيبنا فارس السيد، وكان الكورال من أحبائي أسامة القاضي وفارس السيد، وهندسة وتوزيع الأستاذ عبد الله السكيتي، وأيضا تنسيق الأخت خلود الحربي ومونتاج الأخت نوف ما خاب ظني. خلونا يا جماعة الخير نشوف هذا التدشين، واعطونا تعليقاتكم في الهاشتاج، وخلونا اعطونا اراءكم، احنا نتقبلها بصدر الرحب، الله يعطيكم العافيه. خلونا نشوف هذا النشيد، يعجبكم ما يعجبكم نشوف. تحيه للنشيد، احنا راح نشوفه قبل ما يجي. آت إليك يا حف خطوتي الرجا، وأجر من خلفي عنائي والبلاء، من حولي الآمال تحرس رحلتي، وملامحي صبر وضعف واجتهاد، سيري إلي قلبي لديك حلمي علي، وبك المسير وبك المسير، لم يبق لي كي أرتجي في خافقي أحد سواك أحد سوى، سيري إلي قلبي لديك حلمي عليك وبك المسير، علقت آمالي بأعتاب السماء، ونزعت ثوب الخوف عانقت الضياء، أقبلت خالي الكف يخنقني الحياة، يا رب فما ذا العبيد بما تشاء، يا رب فما ذا العبيد بما تشاء، في كل ضيق أجد الطريق أنا بهدى، ربي يسير ربي الهنا مني أنا رغم العنا، برجى دعاء برجى دعاك، سيري إلي قلبي لديك حلمي عليك وبك المسير، يا رب قلبي متعب وبك الشفاء، قد ضاقت الدنيا وفيك الالتجاء، ما خاب من يدعوك حبا خالصا، كلا ولم يهنأ فؤاد بالجفا، في نسق المجرى.